ما يحوك في بالنا دكتور من أسئلة مرتبطة بالله عز وجل؟ من هو الله؟ كيف شكله؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يفعل الإنسان مع هذه الأسئلة؟ في إجابات لكل سؤال، بس بدأ يعني هدوء. لو أنا سألت واحد وقف في بيروت على البحر المتوسط، البحر كم لتر؟ إذا كان جاهل بيعطي رقم، وإذا كان عالم لك ما لا أدري. لا أدري قيمة العلم. لا أدري قيمة العلم. هل البحر المتوسط من بيروت لإسبانيا كم لتر؟ إذا قلت أعلم فأنت لا تعلم، إذا قلت لا أعلم أنت العالم. في درجة كلمة العلم هي العلم. كلمة العلم هي العلم. ألا توجد أسئلة يعني إجاباتها في حكمة الله عز وجل لم تعلن للخلق؟ في أشياء متعلقة بالذات الإلهية. نعم. الأسئلة المتعلقة بالذات الإلهية ممنوع إجابة عنها. لا توجد إجابة لنا عنها، الله أخفاها عنا. هو أخفاها طبعا سبحانه وتعالى. أنا كلفني الله آمن فيه من خلقه، خلقه أمامي، أما بذاته ما في. كيف يسمع الناس كلها بلمحة واحدة؟ ما بعرف. كيف ما بعرف؟ أما بعرف أنه يسمع لكل عباد، لأن الله ذكر هذه المعلومة أبداً لنا أبداً. في يقين عقلي، شيء غابت عينه بقيت آثاره. في جدار، وراء جدار دخان، المنطق يقول لا دخان بلا نار، أؤمن بالنار لأني ما لا لأني رأيتها، لا ما رأيتها، رأيت آثارها. إذا قلت أعلم فأنت لا تعلم، كلمة العلم هي العلم.